مساء الخير، مساء الحب لهنا. ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في نوفيل فيديو. ان شاء الله تلقاكم على خير. هنا حبيت ننوع لكم في الفيديوهات، يعني خطره فلوغ، خطره تحويسه، خطره وصفه، كل خطره وكيفاش، خطره مشتريات هكذا باش المتابعين تاوعي ما يملوش. وحبيت نشكر بزاف اللي راهم يسقسوا عليا ويبعثوا لي في لي ميساج يقولوا لي نحبوك وعجبتينا وان شاء الله ديما نوقفوا معاك. ميرسي على كل شيء. وتاني حبيت نقول للمشتركين الجدد مرحبا بكم، ان شاء الله نكون عند الحسن تاع الظن تاعكم. وفي الفيديو تاع نهار اليوم جبت لكم وصفه نتاع السفنج. هاد الوصفه جامي راح تخيب الظن تاعك. انا صراحه كنت نعمله مي ما يجينيش بهذا الشكل، كان يجيني شويه فيه العجين، وهذا يجي خاوي بزاف، يجي منفوخ. راح تهبلي عليه، جامي راح تستغني على هاد الوصفه. هاد الوصفه كتعطاتها لي حبيبتنا وفاميلتي، هي اللي جات عملتها عندنا في الدار، علمتها لي، نقولها يعطيك الصحه الله يبارك فيك. بلا ما نطول عليكم، بالنسبه للمقادير تاع الوصفه، درت خميره، درت 2 معالق كبار، درت معلقه كبيره تاع الخل، ودرت معلقه تاع السكر. الملح راح تخليه للاخر، راح نخليكم هي راح تطم معاكم كامل هاد الصوالح، راح تشوفوا بعينيكم بلا ما نكثر الهضره. هنايا الماء تبدا تضيف غير بشويه حتى القسم تطم العجينه بهذه الطريقه، غير بشويه تاع الماء، الماء يكون دافي، ولا سيختو كي راهي سخانه تقدري تستعمليه بدرجه حراره المطبخ فقط بلا ما تروحي تسخني. هنايا ما حبيتش نسرع لا فيديو، تعرفوا علاش؟ باش تعرفوا قداه الوقت يدني منكم وكيف الطريقه بالتفصيل، باسكو بزاف كنت نشوفهم كانوا يحطوا لا فيديو ومي يسرعوها، ما تعرفيش شحال قعدت وهي تطم في هذيك العجينه، شحال خدت لها كميه تاع الماء. بالنسبه للفرينه ما قلت لكمش القياس، حنا ما عبرناش، درنا الكميه اللي تحبيها اللي تقدري عليها، ومام ما كيش مقيده بالكميه تاع الخميره على خاطرش رانا في السخانه، وهاد العجينه راح تدلك بزاف، يعني راح تدلكيها وتخليها وتعاود تدلكيها وتخليها، ما تخافيش الا كثرتي الخميره ولا قللتي منها. للعلم هاد السفنج يحب الدليك بزاف، راح تدلكوها ومن بعد تعاودو تخلوها تريح 15 دقيقة حتى 30 دقيقة، وتعاود تخليها، تعاود تزيدي تدلكيها 3 خطرات، كي تشوفيها نفخت وبدات دير النبابل عارفي بلي العجين تاعك راه واجد. وكذلك راك حتسقسوني بالنسبة للملح، في هاد المرحلة نقدرو نزيدو الملح، راح نخليكم بالتفصيل مع بقية الفيديو. بعد ما طمينا العجينه في هذه المرحله اللي زدنا الملح، درنا الملح
في جهة وتدنى عليه الماء قد ما تحلل، ومن بعد تولي تدمجوا مع هذيك العجينه. هذه هي الطريقه تاع الملح. يكذب عليك اللي يقول لك الملح يندر في الفارينه ديريكت. هنا كنا دلكناها شعل من خطرة وعودنا لها، كنا درنا كونتيتي كبيرة كما كنتم تشوفوا. وهنا يا بعد ما عودنا للعجين شعل من خطرة تحصلنا على هذا الشكل نتاع العجين. جا الله يبارك، جا ما شاء الله. هنا يا جيبي هذا، جيبي بلاطو، جيبي صنيوة، جيبي عفسة، تدهنيها بالزيت وتوجدي بول نتاع الزيت كذلك وديري في يدك وتقرصيه بهذه الطريقة. بعد ما تقرصيه راح تثقبيه في الوسط وتكوني عملتي زوج نتاع المقالي، وحده فيها شويه زيت برك حتى 3 معالق، والاخرى تكوني غرقتيها بالزيت وتبداي تحطي الاولى ومن بعد تعاودي تضيفيها في الجهه الثانيه. كل شيء راه موضح امامكم. تحطيها في المقل الاولى حوالي دقيقه ومن بعد تعاودي ديريها في الزيت اللي تكوني غرقتيه بهذا الشكل، وتعمري الفوق بالزيت باش تطلع باش دير هذوك النبابل. هذا هو السر، وهذه هي الطريقه اللي تخلي السفنج نتاعك يجي خاوي من الداخل ويجي منفوخ. وهنايا كنا كملنا الكميه الاولى. كما قلت لكم درنا زوج نتاع العجينات، كل عجينه عطاتنا حل 25 حبه، وعجينه الاخرى بالك عطاتنا 30 حبه. جا الله يبارك، راكم تشوفوا قدامكم. وكنا في الاخير طيبنا معاه حل كويس ديال الاتاي مشحر بالنعناع، وبقى لي غير نقول لكم شهيتكم في الجنه. اللي شهيتها ان شاء الله تسمح لي، وان شاء الله هذه الوصفه اني متاكده منها راح تخرج لكم شابه، ما راحش تستغنوا عليها وما راحش تحشمكم. هنايا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحتكم وشهيتكم في الجنه. مع السلامه.